صديقا شفت فينا وسهلا مرحبا بكم معنا في الدبات المباشر ملعب ثانية الرمل. طبعا لحظات وصول فريق الرجاء بن ملال لإجراء مقابلة ضد فريق المغرب التطواني اللي عجري قبل بعض لحظات على الساعة 7 مساء ملعب ثانية الرمل. في الأثناء كما كتشوفوا معنا وصول فريق الرجاء بن ملال إلى الملعب ثانية الرمل من أجل إجراء المقابلة اللي غتكون في 7 مساء. والسبعين قناة شوف تي في كما كتشوفوا معنا كما قلت وصول فريق رجاء بن بلال لأجل مقابلة قوية الآن مع فريق المغرب التطوان. المتابعين قناة شوف تي في كما كتشوفوا معنا وصول فريق الزائر فريق رجاء بن بلال الآن التي يوصل الملعب ثانية الرمل لإجراء مقابلة فريق المغرب التطواني اللي أجل الساعة 7 مساء أرضية ملعب ثانية الرمل. المتسابقه نشوف تي في كما كتشوفوا الحافله ديال فريق الرجاء بن ملال وصلت الملعب ثانيه الرمل استعدادات المقابله اللي عجلها الساعه 7 مساء ملعب ثانيه الرمل ضد فريق المغرب التطواني. حد موفق للفريقين. طبعا كنتمنوا ان المقابله تدوز في جو رياضي. المهم هو شكون اللي غادي يفوز ماشي نتمنوا ما يكونش ان صلاحيتي يوصل هنا كما كتشوفوا معنا متتبعينا. دابا كما كتشوفوا فريق صلاحيتي يوصل ان شاء الله معنا صلاحيتي ناخذوا اول ناخذوا تصريح. صلاحي اهلا وسهلا معك شوف تي في هضرنا على المقابله تفضل. على قبل طبعا اول حاجه نعطي تحياتي للجمهور فريق المغرب التطواني تنتمنى نكون 3 بوان في هذه المقابله هذه حكايه ما بقاش كيسمح لنا الغلط تنتمنى من الله باش نفوزوا في هذه المقابله ونفرحوا جمال نادي الرجاء بن ملال ان شاء الله. شكرا سي صلاحي شكرا لك حد موفق للفريقين. اذا المتابعين قناه شوف تي في كما شفتوا استضفنا اللاعب صلاحي في هذا الدردشة. طبعا ننتظر وصول فريق المغرب التطواني. إلى هنا كان معكم أحمد المعتكي في البث المباشر من تطوان. إلى اللقاء.